يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر، فهل يلزمها أن تقضي فترة الإحداث في بيت زوجها، أو أن لها أن تقضيها عند أهلها في المكان الآخر؟ امرأة مات عنها زوجها وأهلها في مكان آخر، فهل يلزمها أن تقضي فترة الإحداث في بيت زوجها، أو أن إذا كانت تستطيع البقاء في بيت زوجها فترة العدة، عدة الوفاة، فهذا واجب عليها. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في هذا البيت، إنها تنتقل إلى البيت الذي ترتاح فيه. نعم.